امبارح كان في خبر اتنشر في اكثر من موقع. هذا الخبر ادى الى عملية فوضى عارمة وضرب سوق العقارات في حي صبيص. الخبر قال انه محكمة النقض اصدرت حكم لحساب او لصالح احدى شركات التطوير العقاري بمضاعفة او رفع اسعار بيع المتر نتيجة التغيرات اللي موجودة في الأسعار وفي مواد البناء. طبعا الخبر اللي اتنشر بيقول إن محكمة النقض حكمت وبيدي الحق للمطورين العقاريين يزودوا الأسعار على المتعاقدين، أدى إلى عملية تساؤلات رهيبة جدا وشعور كثيرين من الناس المتعاقدين إن هم خلاص ضاعوا. والحقيقة سوق العقارات أصيب أمس بساعات عصيبة نتيجة هذا الخبر المنشور واللي بيؤكد انه القرار نتيجة او الخبر نتيجة حكم قضائي. بسرعة اصدرت محكمة النقض بيانا نفت فيه ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام. قال البيان: جاري التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط، وتناشد المحكمة كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار. أهو يبقى محكمة النقض بسرعة نفت هذا الأمر. السؤال: مين المسؤول ومين المتهم ومين اللي نشر وسرب للصحافة هذا الخبر؟ يا جماعة، مين قال، مين حط محكمة النقض في جملة مفيدة؟ اعتقد التحقيقات، محكمة النقض يعني معناها اعلى سلطة قضائية في مصر ولا يمكن لاحد ان هو ينقض او يستأنف حكمه، حكم نهائي. يا جماعة يعني انا برضو معرفش، يا جماعة يعني اللي حصل امبارح يجب انه يكون تحقيق محكمة النقد بتحقق فيما يخصها، لكن المجتمع كله يا جماعة اتضر امبارح، وانا بقول المفروض يفتح تحقيق شامل افقي على اعلى مستوى مين صاحب المصلحة اللي يسرب خبر غير صحيح ويحط فيه اعلى سلطة قضائية في مصر ان هي حكمت بهذا الحكم البات. في ناس غلبة كتير، وفي ناس اتأذوا كتير، وفي ناس متعاقدين كل اللي تعوشت عمرهم راحت. مين تسبب في ليلة سوداء للناس امبارح؟ مين؟ في حد غلطان؟ في حد أخطأ؟ وهذا الخطأ هو خطأ متعمد ولا خطأ مقصود ولا غير مقصود؟ لابد ان يكون فيه إجراء تحقيق حول من نشر هذا الخبر، ومن هو المصدر اللي مد الصحف والمواقع بهذا الخبر. يعني فور ما محكمة النقض نفت، الصحف اللي نشرت مسحت الخبر على طول وقالت البيان بتاعت محكمة النقض. لكن السؤال: مين اللي اتجرأ وحط اسم محكمة النقض في خبر غير حقيقي؟ مين؟ اكيد في حد ليه مصلحة، اكيد في حد له مصلحة في هذا. حد يعني يا جماعة انا معرفش شركة مين، يعني اكيد في شركات تطوير عقاري عندهم مشكلة في زيادة الاسعار وغيره وغيره وغيره، ومتعاقدين يعني ناس تعاقدت من زمان وهم بيشتغلوا وعاملين حسبتهم ومكسبهم وغيره، في زياده في الاسعار فهم رفعوا قضايا، حق كل واحد يروح للقاضي طبعا، يعني القضاء ده المجال الراقي لاي خلاف، اداره اي خلاف. لكن ان انا انتزع حكم غير صحيح لتصدير صوره غير صحيحه للناس واظلمهم، اكيد في حد بيشتغل لحساب حد، فيها حاجه مش مظبوطه، فيها حاجة أنا شامم أشتم رائحة غير طيبة في من سرب هذا الخبر للصحف والمواقع. وأنا هنا لا أعتب على الصحف والمواقع بقدر ما أعتب على من سرب الخبر. هل هو شركة تطوير عقاري؟ هل هو حد شغال عند تطوير عقاري؟ أنا معرفش، بس أنا بقول إنه في رائحة أشتم رائحة كريهة، رائحة شياط، أنا شامم ريحة مش مظبوطة في الموضوع. الخلاصة: محكمة النقض يعني أوقفت هذا العبث
بمقدرات الناس، وكما فهمت انه الحكم ربما يكون صدر من محكمة استئناف اسكندرية وليس من محكمة النقد، يعني ده درجة من درجات التقاضي لم تصل الى محكمة النقد.